بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مانشستر سيتي بيفوز على فولهام 4-1 في ليله التالق رياض محرز. احنا جايين نتكلم عن المباراه متاخر او كل حاجه، بس احنا عايزين نتكلم عن رايق علشان انا بصراحه لسه مش بالي حته جاكي فيرود، مش عارف انا جاكي ليتش فيرود ازاي. يعني عندك لعيب زي ليام موجود على الدكه 18 سنه، جربه يا عم اساسي النهارده، ليه جاكي ليتش وتقعد تحرق دمنا؟ ما هو يا جاكي رحيم كاكا، ما عايزين نفهم برضو بصراحه، يعني عشان الموضوع بالنسبه لنا بدا يبقى صعب ان احنا نتحمل وجود جاكي كمهاجم، يعني حرام يا بيه. وبعدين معلش احنا لسه من سنتر يخش فينا جون، انا عارف ان وجود نيسن اكاي جنب لعيب زي جون ستونز علشان نثبت لانجلترا كلها ان احنا منظومه قويه بوجود روبن دياز او عدم وجود روبن دياز. احب انا التحكم بتاع بيب ده بيبقى حلو ساعات كده، اللي هو بيحس انجلترا كلها ان احنا اسود بروبن ومن غير روبن، بس سبحان الله يعني اول 3 دقايق اوبا جون. ده احنا لسه بنعمل اسود، ايه النظام ده؟ احنا لسه حتى بنشوف جو كانسيلو بيلعب شمال وكاي لوكر بيلعب يمين، ورجعنا كاي لوكر تاني بعد ما كان مغضوب عليه. نص ملعبنا فيه دينيو وفيه برناردو وفيه جاندو، وجاندو بصراحه من الناس اللي بيعجبني جدا، يعني جاندوجان لا ما كانش موجود برناردو، كان في كيفن، كان كيفن موجود ناحيه اليمين عند رياض، وكان جاندوجان موجود ناحيه الشمال عند فيل فودن. فيل فودن اللي هو جاندوجان للامانه ما كانوش مؤثرين قوي بقدر كيفن ورياض، ولما كيفن ورياض تحطهم في حته واحده، يعني مثلا اذا كان ده كيفن دي بروين او ده رياض محرز او تحتهم كايل ووكر، فاعرف ان الناحيه اليمين دي انا اتحرك الملعب كله. كيفن ورياض لما بيعملوا ثنائيه مع بعض مفيش حد بيبقى قدنا يا باشا. نجوم الفرقه عندنا كيفن ورياض، لما الاثنين بيحطهم ورا بعض لا في شغل عالمي بيطلع، في شغل فخم من الاخر بيطلع. بالنسبه لي رياض محرز واحد من اهم اللعيبه في الفرقه، وهفضل دايما اقول في كل فيديو عن مانشستر سيتي ان انا كمشجع لمانشستر سيتي بعتبر ان رياض وكيفن دي بروين هم نجوم الفرقه الاول بالنسبه لي، طبعا بجانب روبن دياز. روبن دياز يا باشا وبعد كده هحط عليه لعيبه الهجوميه، لان احنا هنقعد نتكلم على المنظومه الدفاعيه بتاعتنا. المنظومه دي اتظبطت اساسا بوجود لعيب زي روبن دياز، لما بنغيب روبن دياز او لما بنقعد روبن دياز الفضائح الدفاعيه بتاعتنا كلها بتطلع. يعني كورتنا جميله تيك تاك سكسي فوتبول، بس خط دفاعنا من غير روبن الموضوع بيكون صعب، حتى لو في ماتش بتلعب في كاس الاتحاد النهارده قدام فولهام. الهدف الاول اللي السيتي رجع بيه بدري بدري، رياض محرز بيبص بيلاقي ايكاي جندوجان اللي احنا عارفين الفتره الاخيره ان ايكاي بيخش كتير جدا عشان خاطر يكون مهاجم تاني، وساعات بيخش يكون مهاجم هو سترايكر، بيتلعب له العرضات كتير قوي اللي بتتلعب من على الطرف سواء كايل او سواء جو كانسيلو. كانسيلو برده اللي هو خش رجل خارجي كده، كانسيلو وداها من الشمال لليمين، رياض ظبطها لجندوجان، سجلنا الهدف الاول وبعد كده سجلنا الهدف الثاني لمانشستر سيتي. الهدف الثاني اللي اعتقد يعني الهدف الثاني سجله جون ستونز من كره عرضيه، كره ثابته الركنيه كيفن دي بروين لعبها سجلها جون ستونز في المرمى علشان خاطر الحمد لله رب العالمين. يلا بقى يا مبيب ابدا تغييراتك وامانة عليك، والنبي غير الواد جاكي ده ونزل فيرويد زي خلق الله. لا احنا هنكمل عشان خاطر جاكي ياخد ضربه جزاء يخش رياض محرز ويحطها بكل هدوء. يا اسطى ما ضيعت واحده اختها في الكاميرا، لا يا باشا الوضع مختلف هنا، والارضيه دي شاط فيها ضربات جزاء بجد. عاش رياض عاش، الحمد لله فوق كده معانا شويه عشان خاطر داخلين على مدعكه وعايزين نخلص دوري، وفي دوري ابطال في نهايه شهر 2، فنركز مع بعض يا عم رياض، مش وقت احزان حبيبي. ان شاء الله باذن الله نرجع بقى ونسيطر على عم رياض، يعني فوق معانا والنبي عشان خاطر يعني احنا بنلعب ناحيه اليمين بس، عشان ناحيه الشمال هناك في الفودن ساعات لما بيأدي اداء كويس بيجي مغيره ومنزل رحيم كاكا مكانه، اللي هو بس مش طبعا يعني طب رياض كويس لا نغيره ومنزل جبريال، اللي هو روش اللعيبه اللي معاه، والله العظيم اللعيبه كلها مروشه اساسا. تعمل ماتش كويس النهارده، الماتش الجاي مش هتلعب، الماتش الجاي يتقدم اداء سيء هتلعب بعديه ليه؟ هدعمك، ادعمك وانت سيء بس مش هكمل بيك وانت حلو، اللي هو مدرب بيزود لعيبته وبيزود جمهوره، الناس تروح تشتري لعيبه في الفانتازي يلاقي عيني منزل ناس ثانيه خالص، اللي هو ارحمنا من اللي انت بتعمله ده، بس مفيش مشكله عادي يا معلم. امان عليك بقى تفضل تداري يا حزام رياض محرز لحد ما نخلص شهر 2 على خير ان شاء الله، يعني نخلص ماتش برينت فورت ونخلص الماتش بتاع سبورتنج ده. امان عليك والنبي يعني عشان جاب جولين النهارده وعمل اسيست ومؤدي ماتش عالمي وطالع منه في ماتش تيجي مقعد دكه الماتش الجاي، والله العظيم عارفك وحافظك وخبزك وعجنك، والله امان عليك يعني مش عشان هو كان حلو النهارده تيجي مقعد الماتش الجاي، عندنا دوري والنبي وبيغفلونا ويقول لك انتوا الاول هتخلصوا الدوري بدري بدري. نهدى كده عشان لسه قدامنا مدعكه كبيره. بس عجبني انك بصيت لليام، والله عجبني جدا انك اخيرا بصيت لليام، ولد لسه عنده 18 سنه نزلته خد وقت، ونزلت كمان رحيم كاكا مكان كيفن دي بروين وطلعت رياض ونزلت مكانه جيمس ميكيتي ونزلت برناردو
وطلعت مكانه في الفودن. اه برناردو برضه من اللعيبه اللي انت مزاولهم، يعمل اداء عالمي تيجي مقعدك. ما في والله، ما في، كلهم هيتروشوا معانا. اه بقى تحت يعني تحت كده المظله بتاعه جمله اللي هو بيب جوارديولا بيعمل روتيشن. وطبعا نزل الكسندر زيلتشينكو مكان جو كانسيلو. وزيلتشينكو من اللعيبه اللي ممكن تاخد منه ادوار هجوميه، بس ادوار دفاعيه مضروبه كلها في الخلاط. فادوار دفاعيه مع منظومه دفاعيه سيئه الدنيا بتكون ضايعه خالص بالنسبه لزيلتشينكو. مانشستر سيتي بيخلص المباراه بدري بدري، مانشستر سيتي بيرتاح بدري بدري ويريح جمهوره من حسبه بيرما. بس دايما الحمد لله رب العالمين، يعني الاداء كان كويس والحمد لله برضو قدرنا ان احنا نستغل الفرص اللي اتيحت قدام المرمى. اتمنى انك تكمل برياض ونداري الاحزان، اتمنى ان الرياض يستمر في نفس الفورمه اللي هي عليه، واتمنى الناس ما تسالش ان الرياض مظلوم في السيتي ولا لا، لان حضرتك لو سالت على مظلوم ولا مش هتلاقي اللعيبه كلها مظلومه اساسا، وبيب جوارديولا هو اللي ظالمهم ومع ذلك عبقري وسطيهم. يا المنظور بتاعتنا كده المؤاخذة، عايز تيجي تشجعنا اهلا بيك، عايزين نبقى كتير. مش عايز تيجي تشجعنا وتشوفنا من بعيد ان احنا ظالمين الرياض، لا يا باشا، عندك برناردو اهو وان مان اوف ذا سيزون هو وجو كانسيلو، وممكن جو كانسيلو وبرناردو تلاقيهم على دكه الماتش الجاي. دي فرقتنا يا باشا، هنعمل فيها ايه؟